طالب ياسين أسامة الأمين من جبل زابق عن صفرة. حصلت على التامي في الثانوي العلمي الحمد لله. اليوم كانت نتائج فطلعت على المشكلة الحمد لله، طلعت الأول على المحرر بفضل الله تعالى. نزحت من 2019 على مخيمات دانا وسكرمدا وما حولها. عانيت كثير، مدت 4 سنوات من نزوح وانقطاع وحرب. سكنت بمخيمات ما هيك، ما رضيت انه ضل محلي، قلت بدي اغير واقع. فحضرت 2 سنين للبكالوريا وفت للبكالوريا. قضيت شهور وايام عم بتابع رسائلي واسهر وكد واتعب لحتى وصلت للمجموع اللي كنت انا مخطط له من اول شيء وحاطه امامي، متوكل على الله تعالى وعم بشتغل عليه لحتى وصلت عليه الحمد لله وحصلت على علامة التامين 240. بريد اشكر الله تعالى على هذا الفضل اللي منحني اياه، وكادر الاندلس اللي كان له فضل كبير في هذا النجاح بلا استثناء كاملا، واهلي اللي وفروا لي جميع معطيات الراحه لحتى اوصل هذا النجاح ويمنوا لي ظروف دراسه مناسبه حتى احسن انجح بشكل جيد. ياسين يعني تابع نفسه، كان حاط نجي نقعد عنده هون يحكي لنا ياسين فيه يصلي الفجر يقوم على الدراسه من صلاه الفجر، تم 9 الصبح بيفطر بيريح وبيرجع يكمل الدراسه، كانت حياته مغلقه للدراسه بالكامل.